أول عملية بعد ما تعرفنا على الشيخ صالح العروري كان هنالك في والإخوة المطاردين من غزة، كان صار عندنا سلاح، في سلاح حقيقي يعني، في M16، في كلاشن، في مسدسات، في قنابل، شيء كبير هذا يعني. لما تحدث عن هذه القطع يعني أنك تتحدث اليوم كأنك تتحدث عن الصاروخ 250 يعني عياش، هذا شيء كبير. وكنا نحلم حلم كبير يعني. اليوم أنت لما تروي هذه الروايات تفكروا شيء بسيط، هذا أكبر شيء كان موجود ممكن إحنا نحلم عقلنا يوصل إن نمتلك M16 يعني. فأول ما امتلكنا هذا M16 بلشنا نخطط لعمليات. إحنا اخترنا أن تكون أول عملية تنفذ باسم كتائب القسام في القدس، ولنفذها الأخ المجاهد محمد بشارات من طمون، وكان نازل استشهادي يعني، كانت العملية عملية استشهادية، وإحنا حصلنا له على بدلة عسكرية للجيش الإسرائيلي، وجبنا له بندقية M16 بنادق الجيش الإسرائيلي أيضا، ورتبنا أن تكون العملية في منطقة تجمع للجنود. صباح الأحد بيكونوا ذاهبين إلى المعسكرات، فبيكونوا متجمعين في هذه المنطقة على أساس يندمج بين الجنود ويفتح النار عليهم من نقطة الصفر أيضا. أنا أخذته بسيارتي واتفقنا نوصله لمكان، ووصلنا لمكان بين قراوة بني زيد وفرخة، سلمنا للأخ القائد الشيخ صالح العروري. فلما نزل من السيارة مباشرة التقى به ضابط إسرائيلي. في نظام للسلاح عندهم إنه البنادق القصيرة بتكون مع الضباط وليس مع الجنود. إحنا ما كان عندنا بدلة لضابط، كان عندنا بدلة عسكرية لجندي، فكان يلبس بدلة جندي لكن بندقية ضابط. فالضابط يبدو على طول انتبه إنه ليش بيحمل بندقية ضابط وهو جندي، فتكلم معه. الآن تكلم معه بالعبري، الأخ محمد لا يتقن العبرية وأيقن إنه سينكشف، فأطلق النار عليه وقتله مباشرة. وقتل على ما أذكر يا اثنين يا ثلاثة في هذه العملية، وجرحى لا أعتقد أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك. واعتقد الإسرائيليين أن هذا جندي صار في عقله خلل يعني، وانجن نفسيا، فلم يطلقوا عليه النار، فاعتقدوا أنه أصلا إسرائيلي جندي ومهووس أو صار له شيء نفسي وأخذ يطلق النار. اعتقل وسجن وأفرج عنه بفضل الله في صفقة وفاء الأحرار. العملية الثانية اللي نفذت كان في الخليل، وكان فيها الأخ عماد عقل المجاهد رحمة الله عليه الشهيد، وكان معه عدد من الإخوة في الخليل اللي هي أحد المجموعات، كانوا في العملية هذه، وهي عن طريق سيارات تتجاوز رصدوا الجب الصهيوني، ووفرنا لهم السلاح بندقيتين وخرجوا مباشرة إلى العملية، ووقفت يعني سارت السيارة بجانب الجب وفتحوا النار على الجب الصهيوني. انقلب الجب أصلا على جانب الشارع وقتل من فيه، ورجعوا الإخوة بسلام، لم تصب سيارتهم برصاصة حتى. ثم توالت العمليات مباشرة، كل أسبوع تقريبا صارت تنفذ عملية، وانتقلت العمليات أيضا للشمال، وهكذا انطلقت كتائب القسام في الضفة الغربية.